من إنجيل القديس لوقا الفصل 10 من الآية 1 للآية 3. وبعد ذلك عين الرب 72 آخرين وأرسلهم 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع كان مزمعا أن يذهب إليه، وقال لهم: إن الحصاد كثير أما الفعلة فقليلون، أطلبوا إذن من رب الحصاد أن يخرج فعلة إلى حصاده. اذهبوا ها إني أرسلكم كالحملان بين الذئاب. معظم الناس يلي بيسمعوا كلام يسوع لما بيقول إن الحصاد كثير أما الفعل فقليلون، دغري بيفكروا بالكهنة والرهبان والمرسلين للخارج. بس الله اللي زرع بهالعالم الناس، وفي كتير منهم بعد ما تعرفوا على حبه لإلهم، بدو يينا نشاركوا بمشروعه ونعلن محبة الله لكل إنسان. الله اللي إجا لعنا ليخلصنا كلنا، بدو يينا نتعاون ونساعد بعضنا في سبيل هالخلاص. وهيك بيكون كل واحد منا مسيحي عامل بالحقل يلي وضعه الله فيه، وعم بتفوح منه ريحة المسيح، أكان بعائلته الصغيرة أو الكبيرة، وعم بعيش هالحب المجاني للآخرين ويخليهم يشعروا بالثقة وبمحبة الله وعنايته فيهم. بس كمان بيبعتنا يسوع مثل الخواريف وداعين متوضعين مسالمين لعند أشخاص ممكن كتير يكونوا مثل الدياب، رح يرفضوا الحقيقة ويسخروا منا ويقاومونا وبلكي يتعدوا علينا أكين بكلامهم أو بتصرفاتهم. بس ممكن كتير وراء قساوة قلبهم مخبى حالة ضعف ووجع، وأحيان كتير بيصعب وصفه. والله ما بده حدا يهلك، لذلك عم يرسلنا يسوع لإلهم ويطلب منا نلتقي فيهم مثل ما بيلتقي الطبيب بالمريض، مش مثل ما بيلتقي القاضي بالمجرم. ساعتها منقدر نداوي جراحاتهم المخفية ونحيي روحهم الميتة، وهيك منكون هالمراية يلي بتعكس وجه يسوع المحب الغفور المسامح المسالم، ونكون مصدر تمجيد للرب مش لا سمح الله مصدر تشكيك بالله برحمته من جراء تصرفاتنا. ساعدنا يا رب لتكون حياتنا مثل الورقة البيضاء تكتب عليها قصة حب وتضحية، ونكون هالريشي يلي بيخدها الريح وين ما بده. اعطينا انه نحبك برسالتنا بهالحياة، ونعكس حبك لإلنا بقلب كل مين منلتقي فيه، أكين بكلامنا أو خاصة بتصرفاتنا. إلك المجد للأبد، آمين.